لا ما فيها شي ضربات في راسي ولا الشوق نورك تصاور بلاتي بلاتي باش نقطعو. صباح الخير مشاهدينا الكرام، مباشرة معكم من مستعجلات مديونة، يعني كيرفضوا يخلوش العائلة تدخل تشوف السيد المريض. هذا بواه خوه نباشركم امام مستعجلات فلوق باش يدخلوا يشوفوا زعما يشوفوا كيفاش ولاو السيد في غير ضربه في راسو وما فيه حتى شي حاجه. خمسين انا معكر إلى غادي يتم النقل ديالو المستعجلات من رشد. خوك 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 مشاهدينا الكرام، معنا اخ هاد الضحيه اللي خرج مسكين سالم غنم، عاودينا عليه كيفاش تقبلتوا الخبر ان السيد تحت انقاض 29 ساعه. سيدي مع ثلاثه من واحد الدندن وقعت هاد الواقع. ايه واحد الشركه راه حنا قبل من الصباح وحنا واقفين تم تراكسر جوجات كيحفروا. اللهم صل على رسول الله الصو جبدوا اخويا نقول لك مع قالوا مع سته ولا سبعه ولا هذا هو السابع. جبدوا سيدي بويله واحد جبدوا واحد اخرين جبدوا وصلنا مجابدين. اجي قرب عندي هنا. اه اخرين وصلنا مجابدين. اها سيدي جبدوا واحد سميتو علي ميت. عاد ثاني جبدوا واحد اخر كان نعس هو وياه سميتو رشيد. كان نعس هو وياه مسكين. كان نعس هو وياه. سبحان الله. بعد من بعضيات مراكش. سبحان الله العظيم. جبدوه توا دابا يلاه جبدوا وداه ميت. اه هو ملي لحق بيديك التراكت كتحفر دوك كل عدي ذوك الترابط الحمرين. اه بومبيات. بومبيات. واحد هو قال لي حبس السيد باقي حي وبغي يغوت حبس. سبحان الله العظيم. حنا صافي ايسنا قلنا صافي. مسكين اه. خودي اللي كنت ثلاثة مطالين انتوما جايين باش يديروا لي العشاء. اه. وسبحان الله العظيم سبحان الله تلقى. مسكين شحال هو في هذه الحرفة؟ تقريبا خوتي ديرا 15 عام تقريبا 15 عام خدم على خيا خدم مع حي محمد وعاود خدم في عين السبع. اه بعضهم هو عجبه هو قاري مزيان قاري مع 3 سنين فوق الباك تبارك الله وخدم مع السيد ذاك اللي داكشي ديال الثوم. اه عجبه ولا كيجي ولا كيجي مواطن الله يحفظك ديال هذا باش يدخل الله ما عرفت لا غاتمشي شوف خليك غير شي موريز خليك ما تعذب راسك حتى لو ما عندهم يديروا ما يديروا لي كمل لي في 3 سنين مورا الباك شدوا هاد السيد شدوا قال لي والو تخدم معاه ولا كيجيب شي ماك هو معلم مزيان تعلم مزيان ولا كيجيب دابا راه جايب لي ما جاي مع الساد ماك ثاني من ايطاليا ثاني. اه طاح حتى توقعت الواقعه طاحت عليهم 4 دولار 4 دولار تبارك الله والاخرين كلشي شدوا ميتين حتى دارت عليه بحالك ظلات عليه بحالك ظلات عليه سبحان الله العظيم. اه وحفظ الله. اه كيفاش تقبلتوا انتم من سمعتوا حي؟ احنا ملي سمعنا حي قلت كذا داك الشيء زعما معززه مع عبد الله معززه مع عبد الله الشريف معززه مع عبد الله مسكين والسبيت مسكين هو خدام شري شرب برطمه في السبيت وتحول حتى الخدمه. شرب برطمه تم وتحول تم بغا يسكن تم صح وقعت هذه الواقعه وني ربي كبير. هذاك الشيء اللي كاين الله يحفظك الله يحفظك شكرا شكرا سمح لي لكن هذا مشاهدينا الكرام عائلة الشخص اللي خرجوا حي فرحانين بزاف مسكين وكتب لي العمر طويل. شوفوا الحوار اللي داير بين قائدة المنطقة والعائلة. Thank you.
انا دابا نوريك نصيفط لك كلشي في الواتساب. ها هني راسك واخا دابا. مشاهدينا الكرام الى هنا ينتهي هذا البث واللقاء.